لغايه بكره تمام. حكم مباراه الاهلي وسيراميكا وحكم مباراه الزمالك وبيراميدز. مش اختبار، انا عندي اسماء بس اسمع كابتن ناصر الاول. بص، بالورقه والقلم، اه بالورقه والقلم والاحصائيات اللي عندي، معروف وامين عمر هيتشالوا للفاينل، للفاينل والثالث والرابع، والثالث والرابع ده اوكي طبقا للاحصائيات اللي موجوده عندي. اوكي هيبقى عندي مين؟ غندور وناجي، محمود ناجي. بالورقه والقلم الغندور صعب يلعب للزمالك. اوكي بعد وقعة جوميز. الله عليك. لا احنا واضحين. هيبقى عنده ايه؟ ما انا بقول اهو. اه لا انا بقول لك، انا مش عاوز اتكلم في التفاسير ولكن انا عندي التفصيله كلها. غندور مش هيلعب للزمالك ليه؟ في وقعه جوميز وماتش الزمالك والمصري والحاجات اللي هي، هيبقى عنده الاهلي وايه؟ سيراميكا. سيراميكا. يبقى عندي محمود ناجي ممكن هيلعب زمالك وبيراميدز. وبيراميدز مش صعب جدا 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 جدا، وماتش الاهلي وسيراميكا صعب قوي قوي، هيلعبه احمد الغندور. معروف انا متوقع ان هو يلعب نهائي كابتن محمد امين عمر، يعني هي في مبادله ما بين معروف اثنين مرشحين كاس عالم. اي حد فيهم يلعب نهائي انا ما عنديش مشكله، بتمنى من خلال قناه الاهلي. تاني بقول بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على دعمه لحكامنا، والكره النهارده في ملعب الحكام من فضلكم قدموا لنا تحكيم طيب يعني يبقى أفضل. على مستوى الحكام المصريين. طيب ما تستغربش برضه، احنا الحس الصحفي ساعات بيشتغل شويه، ممكن تلاقي محمود ناجي في الاهلي وسيراميكا، ومش بعيد تلاقي واحد من الاثنين، يا امين يا الغندور في الزمالك وبيراميدز. هتكلم بتفصيله. امين ما ينفعش يلعب للزمالك، وايه لو هنرجع الاسبوع الثاني كابتن محمد الجوله الثانيه من الدوري، امين عمر كان عنده الزمالك والمقاولين العرب، حصلت اللعبه اللي هي لو تفتكر جوه بره بالظبط كده، فحصل برضك مشكله، فاحنا مش عاوزين نعمل يعني على الاقل. لو اشتغلنا كده كابتن ناصر مفيش حد هيحكم للزمالك خلاص. ما انا بقول لك، انا بقول لك ايه على ورق، وانت عاوز تنجح مسابقه. انا بقول لك اهو، الافضل من وجهه نظري معروف وامين عمر يتشالوا في ثالث ورابع او النهائي، خاصه كمان تمام. ايه انت بتدعمهم لان رايحين كاس عالم 2026. عموما هنستنى ونشوف ان شاء الله. تعيينات النهارده بالمناسبه ممكن يتم الاعلان عنها من اتحاد الكوره، واتمنى تعلن اصلا قبل سفر الحكام. انا يمكن حكام مباراه الاهلي والعين من قبل الماتش ب 10 ايام معايا الحكام من دلوقتي، بس ان شاء الله هنخليها الحلقات الجايه. فنتمنى التوفيق للحكام.